والله كنت مستعدا كي ألاقي منك إجابة تكون بلسما على جرح غربة سيدنا الحسن بن علي، لكن يا للأسف، يا للأسف. حدثتني نفسي أنك قادم. صحيح أنني قدمت، ولكن بلا سيف. متى تعلن المصالحة مع سيفك يا مختار؟ طالما أمثالك يأتمرون بأوامر عواطفهم بدل عقولهم، سيبقى سيفي في غمده مثل صاحبه. تغيرت كثيرا يا أبا أسحاق. نعم، لقد نضج عقلي، وسوف أجعله يتحكم بي بدلا من قلبي. اعلم أن آداب القوة مختلفة عن آداب العبادة، والقائد الذي يدخل الحروب دون تدبر يعرض نفسه وجيشه للهلاك. أراك واقعا في ورطة مهولة يا أبا أسحاق. أن يغمد قائد سيفه ويقرر ألا يذهب إلى حرب خاسرة لا يعني أنه واقع في حبائل الشيطان. إن تجنب المهالك من الدين، من تعاليم القرآن. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل تتذكر عندما كنتم تعدون العدة تريدون الحرب وأنا غير مقتنع، وكنت قد أنذرتكم من أخطارها؟ لم تسمعوني، وقد غركم الكوفيون ناكثو البيع بأقوالهم المعسولة. إن مثلكم كمثل ذلك الذي رأى دبا في النهر فظن أنه قربة. اسمعني جيدا يا كيان، اعلم أنت والجميع أنني منذ اليوم لن أسل سيفي إلا عندما أصرخ بصوتي إلى الحرب.